طريقة لصنع آلة الكمام. أحضر 2 علاقة ملابس، مسامير، قطع خشب مستطيل الشكل، قطعة خشب مستطيلة الشكل، قطعة خشب عرامية الشكل، خيط نايلون شقوش. الطريقة: نثبت 4 مسامير على جانبي العلاقة في أحد طرفيها، ثم مسمار في الطرف الآخر كما هو مبين. نمرر الخيط النايلون من خلال المسامير بطرفي العلاقة 4 أو 5 مرات، ثم نضع قطعتي الخشب في الطرف الذي يوجد به المسمار كما هو مبين. لذلك يكون لدينا آلة كمان. بقى أن نصنع عصا الكمان التي نعزف عليها. نثبت مسمار واحد في كل طرف من طرفي العلاقة الأخرى، ثم شد عليهما خيط النايلون وقم بالعزف بها، وسترى النتيجة.